الشيء اللي عم نشوفه هلق يعني كورونا موضوع مو سهل ابدا، وبعتقد ما في مو كذبة ابدا يعني. والله مرض كورونا انا بالنسبه لي هو عباره عن غريب يعني ومو اكثر يعني، واللي خالص يومه ما في يعني، اللي خالص اجله بده يموت بده يموت. مرض كورونا هو وباء حقيقي ومرض وفيروس من عند الله عز وجل، عرفت شلون؟ فانا اصبت في هذا المرض والمخيم تقريبا انصاب نصه، عرفت شلون، في هذا الوباء، والوباء حقيقي وصحيح 100%. مرض كورونا بعتقد انا انه مرض وهمي عباره عن قريب ثقيل، كل سنه الناس بتقرب تعدي عليها فتره انه عم بتقرب وبتقل عليها القريب. اول ما بلشت على اساس كذبه يعني، الناس اخذت على انها كذبه، ومع يعني تجدد المرض وتحول الفيروس يعني، والناس صارت تعايشه وعاشتها، عرفت الحقيقه انه هي مش كذبه، هي صحيحه. هذا المرض الكورونا هو مرض حقيقي وليس بمرض وهمي، لان حدث كثير مصابين في المناطق انه في دول العالم كلياته. مرض طبيعي، ما في مرض كورونا بطول، بس المرض هو عباره عن ترشيح وايش امرار عديده في عندنا بالهون حربنوش، امراض حبتين سيماتول وما بعرف شو، مشي حال الدعاء الجماعه. وين هذا الكورونا وهالشيء؟ انا بالنسبه لي كرايي الشخصي مرض عادي، وما يعني حتى وهمي ما له موجود يعني، ممكن اعراض رشح قريب بتوصل حاله سخونه ودرجه حراره وهم بالجسم وهيك امور. مرض نفسي ما فيني كورونا. لا مرض نظامي، بس العالم مستهونه بيها وتفكرها مرض كذبي.